من خلال خوض اللقاء أمام المنتخب البرازيلي. وهنا يعني بالتأكيد يعني صورة تذكارية لمدرب منتخبنا عماد محمد مع مدرب المنتخب البرازيلي لشباب رامون ميني زيس. بالتأكيد تجربة جديدة مليئة بالأمور الكروية الإيجابية لشبابنا من خلال هذا اللقاء ومن خلال هذا المعسكر التدريبي الذي يقام حاليا في إسبانيا. تواجد يوسف الأمين، تواجد رومان دولاتشي، وايضا العناصر التي ان شاء الله ستكون حاضره بهذه العناصر ايضا متواجد يعني متواجده اسماء في دكه البدلاء تكون حاضره. واضافه هنا محاوله لمنتخبنا في بدايه اللقاء لمباغته المنتخب البرازيلي، كره داخل منطقه الجزاء لكن الكره طالت كانت عند يوسف الأمين. هنا التسديدة الأولى، يحاول منتخبنا من خلال الثواني الأولى أو الدقائق الأولى من هذا اللقاء أن يهاجم بتكتيك المهاجم عماد محمد، لكن الكرة والمهاجم والمدرب أمريكا الجنوبية للناشئين بعد فوز منتخبها على الأرجنتين بالنهاية بثلاث أهداف مقابل هدفين، هذا المنتخب تحصل على بطولة أمريكا الجنوبية للشباب. هنا تسديدة قوية والكرة إلى الخارج، تسديدة قوية المنتخب البرازيلي، يعني خوض اكثر من تكتيك في المباراه. تغيير اللعب، عبد الرزاق قاسم، حيدر منتخبنا خطر الان، حيدر تسديده قويه لكن الكره الى الخارج. حلوين شباب الى ركله، يعني بالتاكيد مثل هكذا مباريات يعني على مستوى الاعلام الصحافه المستوى العالمي. المنتخب البرازيلي داخل منطقة الجزاء، تغطية من كاظم خطرة، المنتخب البرازيلي تسديدة لكن الكرة إلى الخارج، تسديدة كانت. تبقى الأمور الهجومية من خلال الاعتماد على الكرات المرتدة. يوسف الأمين، كرة إلى أزهر، تمرير أمامية، منتخبنا خطرة 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 لكن الكرة خطرة، الكرة كانت عن طريق اللاعب يوسف الأمين والكرة تصدى لها الحارس كاوا موراليس. كان بالإمكان أفضل مما كان لكن التمريرات مثالية لمواجهة انجلترا يوم 28 مايو. مقطوع الكرة، حيدر، كرة لمنتخبنا، زيادة على دي، حاضرة خطرة الآن، خطرة منتخبنا، خطرة 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 خطرة، هدف أول خطرة لكن الكرة مرت، خطرة كانت أيضا الكرة يعني كانت مثالية وكرة خطرة لمنتخبنا لكن أسهر. مايكل أوغوستو رافائيل أمامية الكرة تصل إلى ماثيوس مارتي سيلفا، تغيير اللعب من جهة اليمين لكن التغطية حاضرة داخل منطقة الجزاء الرأسية والكرة الله 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 على هذه الكرة وعلى الإبعاد والإنقاذ من قبل الحارس حسين حسن. شاهد العرضية يعني من الوهلة الأولى أن الكرة خلاص رايحة للمرمى لكن وين رايحة؟ وين رايحة الكرة بإنقاذ وإبعاد وتصد كرة تبعد، ضغط من عبد الرزاق تعود لمنتخبنا سجاد، مقطوع الكرة، محاولة لمنتخب البرازيلي، اضغط يا سجاد، كرة أمامية داخل منطقة الجزاء لكن الله، التغطية حاضرة من آدم، تعود مرة أخرى المنتخب البرازيلي، تسديدة قوية يا عيني يا عيني على التصدي والإبعاد أيضا مرة ثانية بكل جدارة وكل إبداع وإتقان حسين حسن، يبعد الكرة من خلال التسديد الماضي عن طريق اللاعب جوفاني سانتانا. وين تسديدة سانتانا وجدت؟ يحاول كاظم رعد بالتغطية، كرة المنتخب البرازيلي، تغيير اللعب، شاهد اللاعب لاعب مافرا جيلهيرمي غير مكانه، يعني في بداية اللقاء كان متواجد على جهة اليسار، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء الله 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 على هذا التصدي. تشكيلة المنتخب البرازيلي، رمية تماس المنتخب البرازيلي. مشاهدينا متابعي قناة الرابعة الرياضية مستمرين معكم وهذا اللقاء الودي، المنتخب البرازيلي تسديدة لكن إلى الخارج، لقاء ودي، مباراة ودية ثانية لمنتخبنا بعد الفوز في المباراة الأولى على منتخب الدومينيكان بثلاث أهداف مقابل هدفين، لكن بالتأكيد هذه المباراة هي الأهم. كرة عالية، رومان دولاتشي برافو، استخلاص الكرة، تمرير الآن منتخبنا، عبد الرزاق إلى سجاد من جهة اليسار، محاولة الآن لمنتخب يبحث عن زميل بالقرب منه يوسف الأمين، تهدئة اللعب، الاستحواذ على الكرة،
تمرير للزميل يوسف، يوسف الأمين، يوسف بر وتقدم، والكرة ركلت جزاء بمهارة يوسف الأمين كالمهارة اللي كانت حاضرة في المباراة الماضية أمام منتخب الدومينيكان. مر يا عيني على المهارة ويا عيني على المرور والتقدم من قبل يوسف الأمين، وركلة جزاء، ركلة جزاء. من سينفذ الركلة الترجيحية؟ لكن هي جملة تكتيكية بدأت من قبل سجاد، مررها إلى يوسف، ويوسف بالمهارة بالإضافة الكروية ليوسف الأمين لمنتخبنا، اللاعب يتحصل على ركلة جزاء. ركلة جزاء الآن لمنتخبنا، منتخبنا قريب من افتتاح التسجيل والتقدم بالنتيجة على المنتخب البرازيلي. شاهد، شاهد المهارة، الكثرة، الكثرة، لا بل المهارة، المهارة هذه المرة تغلبت وتفوقت على الكثرة من خلال مهارة يوسف الأمين على الدفاع البرازيلي، وبالتالي ركلة جزاء. عبد الرزاق، منتخبنا أمام فرصة للتقدم. يعني صحيح هي مباراة ودية، لكن حتى النتيجة يعني تنطي الثقة للاعبينا ولكادرنا التدريبي ولجماهيرنا العاشقة لكرة القدم ولمنتخبنا. ركلة جزاء الآن، عبد الرزاق قاسم، منتخبنا قريب من افتتاح التسجيل وتسجيل هدف أول في هذا اللقاء في مرمى المنتخب البرازيلي. عبد الرزاق، عبد الرزاق قاسم، عبد الرزاق، وهدف أول، جول أول لمنتخبنا الشبابي في مرمى المنتخب البرازيلي. هدف أول بأداء أكثر من رائع، منتخبنا يتقدم بالنتيجة من خلال ركلة ترجيحية نفذها عبد الرزاق قاسم، وهدف مقابل لاش، هدف أول لمنتخبنا. شاهد عبد الرزاق تقدم وسدد كرة قوية، حاول، حاول مع الحارس مورايس، لكن التسديدة كانت قوية بالقدم اليمنى من عبد الرزاق، من الكابيتانو، من القائد، قائد منتخبنا الشبابي. إذن أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرابعة الرياضية، تأتي صافرة حكم اللقاء لينتهي الشوط الأول بأداء أكثر من رائع ونتيجة ممتازة بتقدم منتخبنا بهدف مقابل لا شيء، هدف سجل عن طريق قائد الفريق وقائد المنتخب والكابتن عبد الرزاق قاسم. لا تذهبوا بعيدا، دورهم كبير على المستوى التكتيكي من خلال المساندة مع خط الوسط ومن خلال التقدم والمساندة مع أسهر علي. كرة من جهة اليسار، المنتخب البرازيلي، كرة عرضية تصطد بكاظم، ضغط من حيدر عبد الكريم، المنتخب البرازيلي، جويل هيرمي عرضية، والكرة مرت، خطرة، خطرة كانت، خطرة كانت، لكن الكرة مرت من أمام اللاعب دي سوزا، جوينالدو دي سوزا. شاهد بدأ السحر، شاهد الضغط قبل لاعبينا على لاعبي المنتخب البرازيلي، عدم ترك المساحات للاعبين البرازيليين، كرة خطرة، المنتخب البرازيلي، تسديدة سهلة تصل أو سيطر عليها الحارس حسين حسن. تمر الدقائق ومنتخبنا لا يزال متقدم بهدف مقابل لا شيء، هدف سجل في الشوط الأول من ركلة جزاء نفذها بنجاح عبد الرزاق قاسم. محاولة برازيلية، تمريرات مثالية، المنتخب البرازيلي مع تمركز مدافعينا، كرة خطرة، خطرة، وهدف أول، هدف أول، هدف بخطأ تمركز لاعبين على مستوى الدفاعي، وهدف أول بين قوسين كان متوقع للمنتخب البرازيلي نتيجة الضغط، للتمريرات بالاختراقات، المرور، واللاعب البديل سانتوس كيفن ينجح بتعديل النتيجة في الشوط الثالث. شاهد المهارة، هو سلاح المنتخب البرازيلي، والتمرير والدويتو الكروي كان حاضر ما بين سيلفا ماتيوس وسانتوس، إذا البدلاء هم من صنعوا الفارق في لقطة الهدف وهدف التعادل للمنتخب البرازيلي. التغييرات اللي اجراها المدرب البرازيلي رامون مينيزيس يعني اسفرت عن تحسين الاداء وتغيير النتيجه، بدات الفراغات تظهر على مستوى الخط الدفاعي لمنتخبنا، وهنا التغطيه من ادم طالب.
التغطية، والكرة إلى ركلة ركنية للمنتخب البرازيلي. تحدث عن بيليه، عن غرينيتشا، هذا اللاعب بالتأكيد في خمسينيات القرن الماضي وكان يعاني من إعاقة، لكن كان يمتلك مهارة، وبالتأكيد ذلك الجيل يتذكر كيف كان يراوغ لاعب كاريجيا، كيف كان يستخدم المهارة. هنا المحاولة المنتخب البرازيلي، كرة مرت وبالتالي لا ركلة مرمى لمنتخبنا. شاهد المهارة هي الحل للمنتخب البرازيلي بتبريرة مثالية وصلت إلى سيلفا ماثيوس ماركون، وبالتالي الكرة الوطنية بمختلف فئاتها العمرية. خطأ للمنتخب البرازيلي الآن، خطأ يهدد مرمى منتخبنا. تسديدة الصد الحائط البشري تبعد من محمد جميل، تسديدة قوية لكن إلى الخارج، تسديدة قوية لعبت إلى الخارج. يعني تبقى يعني المشكلة الأزلية على لاعبي المنتخب البرازيلي، وبالتالي المنتخب البرازيلي كان أفضل في الشوط الثاني. خطأ لمنتخبنا، كرة عالية داخل منطقة الجزاء، الكرة تبعد من الدفاع البرازيلي. مرتد الآن، ضغط من يوسف، كرة لا تزال، مسلم موسى، مروة تقدم، اللاعب البرازيلي، اللاعب البديل، القائد موريرا، لا وجود لخطأ أو هناك مبدأ الفائدة، وهنا صافرة وخطأ وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء. يعني هي مباراة ودية، مباراة ودية الغاية منها الاستفادة التكتيكية للاعبين وللمدربين، يعني ما يستوجب هكذا أمور ولقطات على مستوى الاحتكاك الجانبي ما بين لاعبين ولاعبي المنتخب البرازيلي. وبالتالي بطاقات صفراء. شاهد اللقطة، حاول مرة أولى يوسف الأمين، عاد مرة أخرى، ضغط من مسلم موسى، وهنا التدخل اللي كان من قبل آدم طالب في هذه اللقطة، وبالتالي صافرة وخطأ. حاول أن يعمل خطأ تكتيكي يوسف الأمين، لكن القائد سافيو موريرا مر وتقدم، لكن أتى آدم طالب ومسلم موسى. إذن أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرابعة الرياضية، ينتهي هذا اللقاء الودي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، هدف لمنتخبنا وهدف للمنتخب البرازيلي في هذا اللقاء المليء بالأمور الإيجابية والاستفادة الكروية للاعبينا وللكادر التدريبي لمنتخبنا الشباب. سجل أول المنتخب بركلة الجزاء عن طريق عبد الرزاق قاسم، وعادل المنتخب البرازيلي في الشوط الثاني.